احيانا هذه الفقره هي فقره هامه جدا، وكلمنا عن هذه النقطه في بدايه الحلقه، كلمنا مع حضراتكم عن التوجيهات اللي اصدرها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس ضمن خطه الموازنه العام القادم، واولهم رفع الحد الادنى للاجور ل 2700 جنيه وزياده الحافز الاضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. أيضا إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس كل سنة لمدة 5 سنين. خلينا ناخد حضراتكم في قراءة اقتصادية لملامح الموازنة وأهم التوجيهات الرئاسية من الخبير الاقتصادي الأستاذ محمد نجم اللي موجود معنا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا أستاذ محمد، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور أستاذ جمانة، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. الحقيقه حزمه من القرارات والتوجيهات المهمه والاستثنائيه في الموازنه العامه للدوله. خلينا نعرف من حضرتك ماذا تعني وانعكاسها ايضا على المواطن. يعني في البدايه انا بفكر حضرتك بواقعه كانت حصلت في سنه حوالي 2016 في احد افتتاحات المشاريع، واحد نواب البرلمان كان وقتها وجه كلمة للست الرئيس انه احنا محتاجين ان احنا نرفع الاجور 3000 ل 4000 جنيه. كان وقتها الحد الادنى للاجور 1200 جنيه، فكنا بنتكلم في فرق كبير جدا وقتها. الست الرئيس كان رده على انه الموضوع ده محتاج دراسة مستفيضة ودراسة عميقة قبل ما ناخد قرارات زي دي. النهاردة احنا بنتكلم في ثالث زيادة للأجور بتحصل، أو زيادة للحد الأدنى للأجور ثالث مرة بتحصل من 2019. طيب القرار هنا، أنا ليه بستدعي هذه الواقعة؟ لأنه القرار هنا كان يجب أن هو يتم تمهيد الأرضية، أصلا تمهيد البيئة الاقتصادية كلها قبل ما يتم تنفيذه. مفيش خلاف على أنه هناك احتياج وهناك ضرورة لرفع الحد الأدنى للأجور في مصر من 1200 جنيه اللي كان عليها قبل 2014، لكن إمتى ده يحصل؟ كان لازم الأول إن الدولة تتأكد منه من الناحية الاقتصادية، الاقتصاد يتحمل رفع الأجور. بمعنى آخر إنه لو إحنا رفعنا الأجور بدون تمهيد كافي وفي توقيت خاطئ، قد يتسبب هذه الزيادة في الأجور في زيادة الأموال في جيوب الناس، وتكون الزيادة دي زيادة وهمية تتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. لأنه لو إحنا كلنا أخذنا الفلوس الزيادة دي وكلنا تكالبنا على السلع اللي موجودة في الأسواق بكمياتها اللي هي حاليا ثابتة، وإنه مفيش قدرة على زيادة هذه الكميات، فمع زيادة الطلب وثبات العرض بترتفع الأسعار. هو ده المعنى الحرفي للتضخم، صحيح؟ بالظبط كده، وممكن تظهر سوق سودا كمان، فهو ده التضخم بالظبط كده. هو ده معنى التضخم، ان الطلب فجاه يزيد لان احنا معانا فلوس زياده، فنروح نصرف هذه الفلوس على شراء سلع كتيره اكتر من الاول، والكميه من السلع المتاحه قليله او ثابته ما زادتش، فبالتالي ترتفع الاسعار. النهارده ده ثالث مره ناخد يهم اتخاذ قرار حكومي برفع الحد الادنى للاجور. بس امتى بيتم اتخاذه؟ تم اتخاذه مره في 2019 ومره اخرى في 2021 ومره الثالثه 2022. ده تم اتخاذه امتى؟ لما احنا قدرنا ان احنا نرجع الاقتصاد للمسار التوازني وللنقطه التوازنيه اللي كان المفروض يكون عليها. لكن لو قبل كده كان هيحصل ازمه كبيره، كان هيبقى معانا فلوس كثيره في جيوبنا لكن فلوس ليس لها قيمه. زي مثلا على سبيل المثال في فنزويلا ممكن انت يكون معاك فلوس كتيره، الحكومه رفعت الاجور بنسب ضخمه جدا، لكن حصل تضخم خارج عن السيطره، وصل في بعض المراحل الى 1000000% نسبه معدل التضخم في فنزويلا. عشان تشتري كيس كيلو رز بس محتاج تشيل شوال فلوس، اطنان من الفلوس يعني. فانت ممكن يكون معاك فلوس كتيره، ورق نقد كتير، لكن ملوش قيمه. فهي المعادله او الحاجه اللي انت لازم تبحث عنها، القيمه والقدره الشرائيه للعمله، التوازن زي ما حضرتك قلت بالظبط كده. دي اول نقطه. ثاني نقطه، ايه هي الاساسيات الاقتصاديه بقى اللي ساعدت على ان احنا نوصل لهذه المرحله؟ احنا بنتكلم في انه النهارده الزياده في الحد الادنى للاجور من 2019 حوالي 225%، يعني من 1200 جنيه ثم بعد كده 2400 جنيه ثم بعد كده 2700 جنيه. ال 225% زياده دي ما حصلتش الا لما بدانا ان احنا يكون عندنا فوائد في الميزان الاولي بالميزانيه العامه للدوله.
يعني ايه الميزان الاولي؟ يعني احنا بنسمع كان في اخبار كتيره انتوا كمان كنتوا بتدعوها بتتكلم عن تحقيق فائض اولي للموازنه العامه للدوله. فائض اولي ده احنا اول مره نحققه في تاريخنا كان في سنه 2018. والفائض الاولي دي معناها ان ايرادات الدوله اكثر من مصروفاتها بعد ما بنخصم مصاريف الديون وسعر والفوائد والاقساط الدين. ودي اول مره تحصل في تاريخنا، بدات من اول موازنه 2017 2018. حققنا فائض اولي في هذا العام المالي، ثم العام المالي اللي بعده، ثم العام المالي اللي بعده، فحصل فوائد عندنا ماليه كبيره. ده اول حاجه. العجز الكلي للموازنه بقى لما بندخل بقى فوائد الديون مره ثانيه وبندخل لاقساطها، بنلاقي ان العجز انخفض من 13%، النهارده بنتكلم في حدود 7%، وعندنا طموح ان احنا نوصل ل 6% قريب. الخلاصه انه الماليه العامه للدوله اتحسنت كتير جدا مقارنه بما قبل 2014، ففي تحسن كبير جدا. فلما الماليه العامه للدوله بتتحسن بيبقى عند الدوله مساحه وقدره ان هي تقدر تتحرك، تقدر ترفع الامور، تقدر ان هي تدشن كل هذا الكم من المشروعات، وتنفق كل هذا الكم من الانفاق الحكومي، وفي نفس الوقت تقدر تسيطر على عجز الموازنه. وهي دي المعادله الصعبه، ازاي ان احنا ننفق كل هذه الاموال ونرفع الامور ونزود الدعم ونزود الحمايه الاجتماعيه ونعمل المشاريع دي كلها، كل ده انفاق حكومي، كل دي مصاريف، وفي نفس الوقت نخفض عجز الموازنه. دي معادله صعبه جدا، مش كل دول العالم بتقدر عليها. اكيد. فبالتالي اللي حصل في مصر كان نجاح من ناحيه الماليه العامه، هو نجاح كبير جدا ان احنا نوصل لهذه المرحله، ان احنا للمره الثالثه بنزود الاجور. عظيم. استاذ محمد، على الجانب الاخر او في نقطه اخرى من نقاط هذه القرارات الاقتصاديه، كان في علاوتين. علاوه للمخاطبين بقانون الخدمه المدنيه 7% من الاجر الاساسي، وعلاوه لغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه 13% من الاجر الاساسي. عايزين حضرتك تشرح للساده المواطنين الفرق ما بين المخاطبين وغير المخاطبين بخدمة مدنية، ليه دول زادوا 7 وليه دول زادوا 13؟ الزيادة دي يعني أنا أظن إن هي الزيادة التالتة لو على حسب ما أتذكر. يعني إحنا عندنا هنا في يعني القانون الخدمة المدنية اللي تم إقراره في 2015 ثم بعد كده تم تعديله، في عندنا جزء من القطاع الحكومي بيتم تطبيق عليه القانون، وفي جزء اخر لا يتم تطبيق عليه القانون، يتم عليه القانون السابق ليه. ففي عندنا جزء من الموظفين الحكوميين هيتم تطبيق عليهم الجزء ده. وفي جزء اخر المتبقي هو اللي دايما بيتقال عليه غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه. فلما بيتم اتخاذ قرار بتحسين الاجور وتحسين الظروف المعيشيه للموظفين بشكل عام، بيتم اتخاذ قرار على كل الموظفين. فبيتم مراعاه من هو يشمله القانون ومن لا يشمله القانون على الكل بلا استثناء، عشان ما يكونش في اي تفرقه او تمييز ما بين المجموعه دي والمجموعه دي. الاهم من كده هو قيمه هذه العلاوات، ان قيمتها ضخمه جدا. يعني احنا بنتكلم في حوالي 5 مليار جنيه للعلاوه الاولى و7 مليار جنيه للعلاوه الثانيه. الرقم ده في حد ذاته رقم، لو احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده من حوالي 5 6 سنين وعن ان الرقم ده ازاي يتم توفيره، كان هيبقى رقم كبير جدا. النهارده بقت اخر مشكله احنا بنتكلم فيها هو رقم العلاوه ورقم الزياده ومقدار الزياده. يعني النهارده فاتوره الاجور في الموازنه العامه للدوله كانت 361 مليار جنيه وهترتفع ل 400 مليار جنيه في العام المالي الجديد اللي هو 22 23. يعني احنا بنتكلم في فرق حوالي 40 مليار جنيه. العلاوات بقى اللي حضرتك قلتها للمخاطبين وغير المخاطبين، ومعاها زياده الحد الادنى للاجور، ومعاها بعض الاضافات الاخرى، ومعاها كمان تعيين ال 30,000 معلم سنويا، كل ده بنتكلم في حدود 40 مليار جنيه. 40 مليار جنيه ده رقم انا اتذكر ان هو كان مجرد تدبير ربعه كان بيواجه ازمه كبيره جدا في وزاره الماليه، وانه ازاي هنقدر ندبر كل هذا الكم من الاموال. فالنهارده لولا ان احنا وصلنا لهذه المرحله من الاستقرار الاقتصادي ما كناش ابدا هنقدر نوصل لنقدر نتخذ هذه القرارات. بكل تاكيد. والاهم هو موضوع التضخم كمان. ان احنا النهارده بنمر وبنستورد التضخم من الخارج. التضخم المستورد من الخارج ده برضو جزء كبير منه ليس محليا،
جزء كبير منه ملوش علاقه بالظروف المحليه، جزء كبير صحيح. منه في ازمه في ازمه تضخم عالميه بكل تاكيد. بنشكر حضرتك الخبير الاقتصادي الاستاذ محمد نجم، ودمت ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. كمان